او بالاحرى مش اكزامبل، حنشوف نحن شو عنا احتمالات كيف نحن بيتسجل عنا هودي الصور. اول شيء فيها بدها تكون يا اما مونوكروم مثل ما عم نشوف هون، مونوكروم، كم لاين وكم رو انا بضربهم ببعض بيطلع عندي هون مثلا 33.6 ميجا. يعني انا هون بكون عم شوف انا قد ايه بحاجه لسايز كرمال تصير معي هيدي الصوره بالكمبيوتر. هلا يلي بعدها حنشوف هون هن كلهم كولر. هسا هون الار جي بي هي تايم 3 من هيديك، لاحظوا عندي 100 ميجا بايت، هون عندي ار جي بي، هون كمان 100 ميجا، هون كمان عندي ار جي بي، وتحت كمان 100 ميجا كمان ار جي بي. بس الفرق انه كل وحده رح تتسجل بطريقه معينه. فشو هن؟ الاول شيء ترجع انا قصه الار جي بي تاكد انه بتعرفوها. حارجع مثلا هون انا عندي هالصوره الملونه، بيجي انا ببص عليها حيطلع عندي فاليو للريد، فاليو للجرين، فاليو للبلو. انا هون جيت قسمتهم باند 2 3 مثل ما عم تشوفون هون. اذا اجى بيجي باخذ انا نفس البيكسل يلي هو هون وبشوفه على هودي حيعطيني لما صبت على القد، بس انا هون عم بياخذ هو فاليو من كل وحده يلي هن الار جي بي. فهيدي هي فكره الار جي بي، بس هون كل وحده عم بيسيفها الكمبيوتر بطريقه معينه. هون مونوكروم باند واحد لاير واحد او حلالون واحد، هو من ابيض لاسود يلي هو رمادي، بينما هون كلهم ار جي بي. الفرق شو؟ هون انا عندي اياهم او قبل هون عندي سمبل مونوكروم ايمج فايل بس باند واحد مونوكروم، هون عم بيكون عندي باند انترليف باي لاين، يعني كله ار جي بي، ريد جرين بلو، ريد جرين بلو، هيك عم بيكونوا مسجلين بهالطريقه. هاي بنسميها باند انترليف باي لاين. تاني وحدة شو عم بيكون عندي؟ أول شقفة من الصورة حتكون كلها ريد أو من ستورج بالأحرى، هودي عم نحكي ميتا داتا انشا أشياء بقلب ال بقلب الكمبيوتر. أنا عندي أول بارت R اللي هو الريد، بيرجع الجرين جي، وبيرجع البي اللي هو البلو. هيدي بنسميها باند سيكونشال ستورج BSQ. اكيد بيكونوا حاطين نمبر اوف لاين اوف رو وكل هالانفورميشن. وهون بينما هون شو عندي انا؟ باند انترليف باي بيكسل، يعني انا ار جي بي، ار جي بي بكل حيكونوا هودي دغري حد بعضهم يعني باي بيكسل. هلا التفاصيل كيف الكمبيوتر بيحفظهم وبيحولهم هون مش شغلتنا، هون نحن بس هيك عم نكتفي انه بنعطيه للبي سي او للسوفت وير، وهون صار بتكون هون خلصت مهمتنا. بس تناخد فكره كيف معقول الكمبيوتر يحفظ هودي الانفورميشن.